بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم اسلام في قناتكم مصر ميديا اي بي. يا ريت قبل ما نبدا في الفيديو ما ننساش نعمل اللايك واشتراك في القناه من الزرار الاحمر اسفل الفيديو، ده شيء مهم جدا. وتعالوا ننتقل للاخبار، هنقول العناوين الاول بسرعه وبعد كده هنخش في التفاصيل. واول خبر معانا بيقول كارثة مروعة تضرب تركيا وتنشطر إلى نصفين. تابعوا عشان تعرفوا التفاصيل، التفاصيل مهمة جدا. ومفاجأة، الملك سلمان يوجه رسالتين ناريتين للرئيس السيسي. ورعب على الطريق الصحراوي، حدوث أمر عليه في منتهى الرعب. وصدمة في معدلات الطلاق في مصر، تابعوا عشان تعرفوا التفاصيل. وأول خبر معانا وكارثة تضرب تركيا وتنشطر إلى نصفين. تعالوا نعرف مع بعض التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة التركية مسرع شخص وإصابة 157 في انحراف الطائرة التركية عن مسارها في مطار اسطنبول حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز. يذكر أن طائرة تركية انحرفت عن مسارها وانشطرت لنصفين في مطار اسطنبول في تركيا. وذكرت صحيفة سوزوجو التركية المعارضة أنه على متن الطائرة 177 راكبا ووقع الانهيار، بينما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مزيد من ضحايا الانهيار الأول الذي وقع أمس وأودي بحياة 5 مواطنين، وجرى إنقاذ 8 من هذا الانهيار قبل وقوع الانهيار الثاني. وأضافت الإدارة أن 53 شخص أصيبوا بجروح بالغة، وكانت الحصيلة قد ارتفعت جراء حادث الانهيار الجليدي الذي ضرب طريقا جبليا في محافظة وان شرقي تركيا إلى 28 شخصا من فرق كبيرة لعمال إنقاذ أرسلوا للعثور على شخصين مفقودين إثر انهيار سابق. وقال حاكم المحافظة محمد أمين بلمز حسبما ذكرت شبكة اي بي سي نيوز الأمريكية إنه تم انتشال 23 جثمانا من تحت كتل الثلوج على منحدر حاد، وكان من بينهم 8 ضباط شرطة و3 من حراس القرى التابعين للحكومة و3 من رجال إطفاء الحرائق و9 متطوعين. المصدر صحيفة صوت الأمة. قولوا لنا رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو عن هذا الخبر، تعليقاتكم مهمة جدا بالنسبة للقناة. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناة، يا ريت تنزل تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، هكون سعيد جدا. وتعالوا نكمل الفيديو. وتعالوا ننتقل لخبر تاني مهم معانا، وهو بخصوص ان الملك سلمان بيبعت رسالة للرئيس السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا. تعالوا نعرف مع بعض التفاصيل. وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد توجيهه رسالة إلى رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد. وتضمن الرسالة التي تسلمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، والحرص على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وبحسب وكالة الأبناء السعودية واس، فإن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس المصري اليوم وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز القطان. ووجه قطان رسالة من الملك سلمان إلى أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين. المصدر واس. قولوا لنا رأيكم في التعليقات تحت عن هذا الخبر، وإيه رأيكم في الملك سلمان
وعلاقته مع الرئيس السيسي، وعلاقة السعودية بمصر في تعاونها في جميع يعني العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. قولوا لنا رأيكم في التعليقات تحت، منتظر رأي حضراتكم. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناة، يا ريت تنزل تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، هكون سعيد جدا. وتعالوا نكمل الفيديو. طيب تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم معانا برضو، وللأسف رعب على طريق الصحراوي، حدوث أمر عليه في منتهى الرعب. تعالوا نعرف مع بعض التفاصيل. أفاد مراسل لآر تي في القاهرة بوقوع حادث سير في مصر على الطريق الصحراوي أدى إلى وفاة 13 شخصا وإصابة 2. ربنا يرحم ال 13 شخص يا رب ويصبر أهلهم. وتعالوا مع بعض نكمل الخبر. وقع الحادث نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بشاحنة كبيرة للنقل على الطريق الصحراوي الغربي 3 كيلو متر من كمين أسوان الغربي، وهرعت سيارة الشرطة والإسعاف إلى المنطقة لنقل الجثث والمصابين. وتلقت الشرطة إخطارا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع ب 14 سيارة. يذكر أن مدينة أسوان شهدت أول أمس حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي بالمدخل الجنوبي الغربي لقرية غرب أسوان ناحية الطريق الصحراوي أسوان القاهرة على الطريق المؤدي إلى الصحراوي الغربي. وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لتلقي العلاج، وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة. المصدر آرتي، وربنا يرحم يا رب الناس المتوفية. يعني نصيحة لإخواتي أو الناس المحترمة اللي بتتابعني، ممكن في ناس بتتابعني يعني ممكن يكون شخص قد والدي أو قد أخويا الكبير أو قد كشاف في حدود العشرينات، ياريت لما نيجي نسوق يبقى واخدين بالنا كويس جدا ومتابعين كافة الأشياء اللي بتخلينا سالمين وإحنا بنسوق. يعني ما نسوقش بسرعة، مثلا لما نركب ميكروباص نبقى واخدين بالنا من الشخص اللي احنا راكبين معاه ده، هل الشخص ده بيشرب مخدرات؟ يعني معظم الحوادث بتحصل بسبب يا اما الناس بتكون شاربة يعني مواد مخدرة او السرعة العالية. طيب تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم معانا، وخبر مؤسف. ارتفاع معدلات الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق منذ نصف قرن. كشفت بيانات حديثة عن مركز الإحصاء في مصر أن معدلات الطلاق في البلاد بلغت أعلى نسبة على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن. وأوضحت البيانات أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة لقياس مدى انتشار ظاهرة الطلاق في مصر والتعرف على التباينات في مستوى الظاهرة بين محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دراسة خصائص المطلقين وأنماط واتجاهات الطلاق. وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الطلاق بين السكان 18 سنة فأكثر وفقاً لتعداد 2017 تبلغ نحو 1.25%، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن فترة الدراسة، وأن 82% من شهادات الطلاق كانت بينونة صغرى وهي التي خلعها زوجها ويجوز له أن يتزوجها في العدة وبعدها. كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 تمت بالخلع حوالي 84%. وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين مدة الحياة الزوجية ونسب الطلاق، بمعنى أنه كلما طالت فترة الحياة الزوجية انخفضت نسب الطلاق. وأظهرت الدراسة أن التوزيع النسبي للطلاق وفقا للحالات التعليمية المختلفة لعام 2018 يبين أن العدد الأكبر من شهادات الطلاق المسجلة في هذا العام كانت بين حاملي الشهادات المتوسطة حاملين الشهادات الجامعية وما يعادلها. المصدر اليوم السابع وآر تي. طبعا ده خبر يعني مؤسف جدا. قولوا لنا رأيكم في التعليقات تحت أسفل الفيديو. إيه رأيكم في معدلات الطلاق في مصر؟ هل ده شيء مرضي أم لا؟ منتظر تعليقات حضراتكم. تعالوا ننتقل لخبر تاني سريع معانا، ومصر تعلن تمكنها من خفض دين أجهزة الموازنة العامة بنسبة 18% في عامين فقط. أعلن نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كاجوك أن مصر تربعت في المركز الأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية، وأشار إلى أن مصر نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% في عامين فقط لتصل النسبة إلى نحو 90%
ومن المتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83% في يونيو 2020. وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، حيث أصبحت مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عاماً، مما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري. ومن المقرر الاتجاه إلى طرح سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الحالي. وكانت بيانات البنك المركزي المصري قد أظهرت سداد القاهرة نحو 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري كمستحقات لخدمة الدين الخارجي. المصدر مصراوي وآرتي. قولنا رأيكم برضو في هذا الخبر، وجينا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، أكون سعيد جدا. وكان معكم إسلام، وأشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.